السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع الدرس 11 من مادة الاجتماعيات، وسنتعرف من خلاله على معلومات مهمة جدا عن الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية. كلنا نعلم أننا نعتمد على اللحوم في طعامنا، وكذلك نشرب الألبان، ويمكننا أن نستخدم الصوف في بعض الصناعات. الثروة الحيوانية أحبائي هي الحيوانات التي نستخدمها في الصناعات أو الأطعمة، كذلك يستفيد منها التجار بتحقيق مكاسب في البيع والشراء في مختلف أنواعها، مثل الإبل، الماعز، الدواجن، الأسماك. ولكن لابد أن نجيب عن سؤال مهم، وهو: هل الثروة الحيوانية كثيرة أم قليلة في المملكة العربية السعودية؟ في الحقيقة أحبائي، تعتبر الثروة الحيوانية في السعودية قليلة، وتسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها حتى لا يتم الاعتماد على الاستيراد. ويتساءل بعضكم: نرى كثيرا من الإبل والرعاة أثناء رحلاتنا وتنقلاتنا، إذن هي ثروة كبيرة ومتنوعة. أنت تشاهد الرعاة يجرون العديد من الماعز والأغنام والإبل. نعم، ولكن نحن نستهلك الكثير داخل المملكة العربية السعودية من هذه الأنواع. إذن نسأل الآن: لماذا الثروة الحيوانية قليلة في المملكة العربية السعودية؟ وذلك لأن هناك العديد من الأسباب. أولها قلة الغطاء النباتي، ويعود ذلك إلى البيئة الصحراوية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فالأعشاب والنباتات التي تعتمد عليها الغنم في الأكل قليلة. ثانيا الاستهلاك الضخم من اللحوم. ثالثا استهلاك إناث الحيوانات، وهذا أمر خطير، لأن استهلاك الإناث من الحيوانات يحرمنا من زيادة أعداد تلك الحيوانات، وبالتالي تكون هناك قلة في الثروة الحيوانية. رابعاً، قلة الرعي أو ضعف حرفة الرعي، لأن العديد من رعاة الغنم والإبل ينتقلون إلى المدن، وبالتالي يعملون هناك في مهن أخرى، وبذلك يقل عدد الرعاة على مستوى المملكة العربية السعودية تدريجيا. ووصلنا هنا إلى نقطة مهمة: كيف يمكننا أن ننمي الثروة الحيوانية؟ هناك الكثير من الأساليب التي يمكننا من خلالها تنمية الثروة الحيوانية. وأحب قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أسمع آرائكم في هذه النقطة. هناك من يقول: لو أن هناك قلة في الغطاء النباتي، يجب أن نهتم بأماكن الرعي وتربية الحيوانات. أحسنت. وهناك من يقول:
إن من أسباب قلة الثروة الحيوانية قلة الرعاة، ولذلك يجب أن نهتم برعاية الإبل وبأصحاب مزارع الدواجن والأسماك. أحسنت، ممتاز. وهنا نقطة مهمة، لو زادت الثروة الحيوانية سنحتاج إلى زيادة عدد الأطباء البيطريين. إذن من أساليب تنمية الثروة الحيوانية التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية وتوفير أجهزة خاصة للعناية بالأسماك والمحافظة على ما نقوم برعايته وإنتاجه من الأسماك أو الدواجن أو الإبل أو الغنم إلى آخره. وأيضا ستحتاج الحيوانات إلى الأعلاف، فلا بد أن نعمل على تنويع الأعلاف. تربية النحل، تنتشر تربية النحل في عدة مناطق، وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة تطوير قطاع النحل لرفع مستوى الجودة والإنتاج وابتكار حلول للتحديات التي تعترض هذا القطاع. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.